بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. عندما تسكن الحقيقة القلوب فلا لزوم لللافتة. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وألف ألف مبروك. هي دي الحقيقة وهي دي بداية الحقيقة الجديدة، عشان كده حلقة استثنائية عنوانها الوحيد العشرة يا أهلي. ليلة مباراة يستهل فيها الأهلي مشوار جديد بحثاً عن العشرة، بس المرة الجاية إن شاء الله تروح اليابان. ربنا حينا وهنروح. رب ما هو انت بقى هتاخدني معاك ولا هتسيبني؟ ما دي النقطه، هي اللي انت الاساس. الحمد لله على السلامه يا باشمهندس. الله يسلمك. يعني استمتعت؟ استمتعت طبعا بما حدث من يعني من نتائج واحداث وفخر، واللي شفناه من جماهيرنا، واللي شفنا راي الناس في جماهيرنا وفي الاهلي، وما بقيناش محتاجين حتى نتكلم عن نفسنا. العالم يتحدث عن الأهلي، فلماذا نتحدث؟ العالم تحدث عن الأهلي، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه التهنئة الخالصة للاعب النادي الأهلي في برقية تهنئة بعد عودة البعثة من الدوحة والحصول على المركز الثالث على مستوى العالم، ثالث أندية العالم من خلال بطولة العالم للأندية النادي الأهلي المصري. علشان كده استحق الأهلي تهنئة وتحية السيد الرئيس اللي قال فيها خالص التهنئة لفريق كرة القدم للنادي الأهلي على فوزهم بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية وأدائهم المشرف، كما أؤكد على أن الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية الرياضة والشباب المصري في كافة الألعاب الجماعية منها والفردية، متمنيا دوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على كافة الأصعدة الإقليمية والعالمية. والله هو كلام ينطبق على الأرض الواقع. الدولة لا تدخر جهد فعلا. وعلى فكرة خلي بالك، احنا لما رحنا هناك وشفنا الـ يعني اللي هو الحظر الصحي والكبسولة، وعشناها بقى، مش كنا بنسمع عليها هنا، دخلت الفقاعة بجد وشفنا قد ايه الناس كانت فخورة انها قدرت تنظم هذه البطولة بهذا الالتزام وهم ست فرق. فأنا كنت يعني بقول أعمار يا مصر، 32 فرقة في بطولة العالم للأندية في كرة اليد، في كرة اليد، بطولة العالم منتخبات كرة اليد، أعتقد أن هو ده الشيء اللي يدعو إلى الفخر. تهنئة الرئيس، رد مجلس إدارة النادي الأهلي بعدها، أعرب مجلس إدارة النادي الأهلي عن خالص شكره وامتنانه لتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حصول فريق الكرة على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية. وأكد المجلس في بيان رسمي الجمعة تقديره الكامل للدعم والاهتمام الكبيرين اللذين تلقاهما الرياضة المصرية في ظل توجيهات الرئيس ورعايته لكل الأندية والأبطال الرياضيين التي كانت وستظل الدافع الأكبر لرفع راية مصر عالية في المحافل الدولية. وجدد مجلس الإدارة العهد والوعد ببذل أقصى جهد لدعم مؤسسات الوطن وبما يسهم في تحقيق كل الأهداف التي تخدم المصلحة العليا للبلاد. إن شاء الله، وتهنئة يعني لها قيمتها ولها تأثيرها كحافز بإذن الله. نوعد السيد الرئيس بإذن الله ككيان وكمؤسسة وكفريق إن إحنا نسعى إلى الوصول إلى نهائي بطولة العالم للأندية بإذن الله قريبا جدا، والتكريم بإذن الله هيكون يعني بشكل مختلف، لأن إحنا يعني حققنا المركز الثالث دلوقتي مرتين، ما بقى إنجاز عادي دلوقتي. فالإنجاز الحقيقي أن تتقدم خطوة الثاني ثم الأول بإذن الله. ودي ثمرة الاستقرار، دي ثمرة استقرار كل النواحي ومناحي الحياة في الوطن الحياة. لأن احنا لما نبص على المشهد الرياضي سريعا ألاقي الأهلي السنة دي ثالث أندية العالم، ألاقي الأهلي والزمالك نهائي دوري أبطال أفريقيا، ألاقي بيراميدز بيلعب برضو في الأدوار النهائية للكونفدرالية، ألاقي المنتخب الأولمبي يستضيف وينظم تصفيات الألعاب الأولمبية ويتأهل إلى طوكيو، ألاقي مصر بتنظم كأس العالم لكرة اليد في ظل تحديات عالمية صعبة جدا وجائحة الحقيقة بتجتاح العالم كله، لكن مصر تنظم، مصر تستضيف، والمنتخب يتألق ويكون صورة مشرفة جدا لكرة اليد وللرياضة المصرية في كل الألعاب. وفي التاريخ يا أستاذ إبراهيم تنظيم كأس العالم للناشئين في السكواش بالضبط، ولاقي في كل الألعاب الفردية زي ما
برقية التهنئة بتاعت السيد الرئيس أشارت إلى ده، إن ده كله نتيجة دعم كل الألعاب الفردية والجماعية. عشان كده شايفين المنشآت الرياضية في كل المناحي بيتم تطويرها وتحديثها، شايفين حتى البنية التشريعية لما اتعمل قانون الرياضة الجديد حقق الكثير من فرص الانطلاق للرياضة المصرية، وده فرص للأندية أنها تستثمر. شفنا أندية كتيرة في القطاع الخاص بتظهر. فإذا مصر الرياضية كمان بتتغير وبتتطور وبتتحرك يا باشمهندس. إن شاء الله، وإن شاء الله مع بداية الموسم القادم نرى تنظيما حقيقيا لكرة القدم، يعني نستكمل به كل عناصر الاحتراف، علشان يعني احنا نستحق مكانه، رغم مكانتنا الكويسه دلوقتي لكننا نستحق مكانه افضل من هذا بكثير. طيب، والاهلي يستحق انه بكره يقص شريط دوري المجموعات بحثا عن العشره باذن الله تعالى. الاهلي حقق التاسعه، وكانت التاسعه ممكن، وكانت القضيه ممكن، وراح الدوحه واثبت وتالق بتفاصيل كتيره هتستمتعوا بيها النهارده، وهتشعروا قد ايه ليكوا ان انتوا تفخروا ان انتوا بتحبوا هذا النادي العظيم، وقد ايه كان مشرف للرياضه والكره المصريه والافريقيه في المحفل الدولي الكبير. بس كمان بكره مع قص شريط المشاركه في دور الثمانيه او دور المجموعات لدوري الابطال بحثا عن العاشره ان شاء الله، بيتش موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي اختار منذ قليل القائمه اللي دخلت المعسكر بعد هذا التمرين الاخير. دخل محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد واحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعه وياسر ابراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وبدر بنون واليو ديانج وعمرو السليه ومحمد مجدي قفشه وسعد سمير واكرم توفيق وولتر بواليا وجونيور اجاييه ومحمد هاني. دخلوا المعسكر استعدادا لمباراه الغد ان شاء الله الثلاثاء مع المريخ السوداني باستاد القاهره. طبعا قائمه الغيابات، بيغيب علي معلول الجناح التونسي لأسبوعين كمان للإصابة. أيمن أشرف عنده أسبوع وهيسافر مع البعثة لتنزانيا لمواجهة سيمبا. صلاح محسن هيغيب 10 أيام. طاهر محمد طاهر هيغيب أسبوع. ووليد سليمان قدامه أسبوع ويرجع إن شاء الله. يعني إصابات مؤثرة جدا للإصابات المختلفة، غيابات مؤثرة. لكن الإيقاف كمان لحسين الشحات، حسين كان بعد مباراة الزمالك خد إيقاف 4 مباريات، قضى منهم مباراتين وبيقضي المباراة ديت ومباراة سيمبا التنزاني، يرجع بعديها إن شاء الله. نتمنى دي يعني لعبتنا تبقى آخر الإيقافات، كلها إيقافات لا مبرر لها ولا لزوم. حسين لعيب مؤثر جدا، ودوره كان معانا في كأس العالم للأندية، يعني كان مؤثر جدا. بإذن الله كلنا نستفيد من هذه الدروس، والفريق يعني يستكمل صفوفه قريبا جدا. لكن لافت نظري طبعا دخول رامي ربيعه، وهو هيكون اضافه. غياب علي معلول وايمن اشرف الاثنين، انما يعني ربنا سهل، يعني ما يكونش غيابات مؤثره. محمود وحيد بيدخل، محمود وحيد وهو لعيب بيعتمد عليه. ايوه، وانا اثق في قدراته، احنا شفناه قبل كده وما كانش يعني كان ايجابي جدا في مكانه، وربنا سهل ان شاء الله. طيب، محمود متولي كمان بالنسبه للعائدين، لانه الايام القليله اللي جايه ان شاء الله قوه الاهلي هتدعم ب4 5 لعيبه تقال. هيرجع باذن الله ناصر ماهر اللي هيبدا تدريبات التاهيل خلال الايام القليله القادمه. محمود متولي هيبدا الجري حوالين الملعب او بداوا بالفعل. محمد محمود في اول مارس هيكون جاهز للتدريبات. كريم ندفد وناصر ماهر خلاص بيدخلوا التدريبات الاسبوع الجاي. فانت عندك، وطبعا وليد سليمان قدامه اسبوع، 5 لعيبه تقال يدعموا قائمه الفريق في الـ2 3 اللي جايين ان شاء الله. موضوع النجوم دي ان انت عندك جدول شديد الازدحام، فرجوع هؤلاء يدي لك فرصه انك تعمل روتيشن الصح اللي يريح بقيه الفرقه ويخليك تأدي على كل الاصعده باذن الله. النهارده كان الاجتماع الفني للمباراه، تقرر ان الاهلي هيلعب بالزي التقليدي بتاعه، فانيلا الحمراء والشورت الابيض والشراب الاحمر، زي التقليدي خالص للنادي الاهلي. الحارس طبعا الشناوي ان شاء الله هيلعب باللون السماوي الازرق بتاعه. المريخ الشقيق هيلعب بالطقم الاصفر الكامل، شورت اصفر وفانيلا صفراء وشراب اصفر، وهيرتدي حارس مرماه
الفانيلا الخضراء. الاجتماع شهد الاتفاق على موعد وصول الفرقتين ان شاء الله يكونوا في استاد القاهرة قبل بداية المباراة بساعه ونص، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والتباعد. اعتقد كلنا بقينا فاهمينها، يعني اجراءات احترازية وايه اهميتها ومدى صرامة التطبيق. يعني اللي شفناه ما فيش هزار، الخروج عن الاجراءات ولو بمتر بيعتبر خرق للحظر، ما فيش. فالمسائل متاخده بجديه شديده، واحنا يعني تجربه استفدنا منها مؤكد، واعتقد ان هنعكس على سلوكنا. عايز اقول لحضراتكم انه العينه طلعت الحمد لله سلبيه بالنسبه لبعثه الاهلي او فرقه الاهلي بالكامل، والبعثه المريخ السودان الشقيق مسحت الاتحاد الافريقي للمباراه. الحمد لله اثبتت انه لعيبه الفرقتين والجهاز الفني حالتهم سليمه الحمد لله، وموجودين في قائمة المباراة. شايفين إجراءات؟ أنت تعبت جامد من المسحة دي. أنا؟ أنت بتحط مشكلتك عندي. أنا ما بخافش من الموضوع. شفت المنظر فافتكرت السبع مسحات. طبعًا. السبع يعني مسحات. كل 48 ساعة بنعمل مسحة يعني. هي كانت ليها إيجابيات إن إحنا بنطمن على نفسنا يعني. ماشي يا سيدي، اطمن. لكن في الآخر ما اتعودت. يعني ما بقتش يعني مش حاسس انها متعبه. خلاص بقى. وانت ما بقتش كتفوك في الاخر يعني. طيب الحقيقه اجواء المباراه طيبه جدا، وتعكس قيمه الناديين وقيمه علاقه وادي النيل وقيمه الكره المصريه والسودانيه بين اشقاء. وفد من الهلال من المريخ السوداني الشقيق برئاسه الاستاذ عمر محمد عبد الله، ده عضو مجلس اداره نادي المريخ ورئيس بعثه الفريق للقاهره، حضر على راس وفد من النادي السوداني الشقيق اليوم لمقر النادي الاهلي في الجزيره لتكريم الاهلي وتهنئته على الفوز ببرونزيه بطوله العالم. استقبلهم العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، وقام رئيس بعثه المريخ بإلقاء كلمه قال فيها ان الاهلي المصري شرف الكره المصريه والعربيه والافريقيه في مونديال الانديه كعادته دائما، وتمنى له انه او تمنى انه المريخ يسير على نهج النادي الاهلي هو والانديه السودانيه في هذا الدرب الاهلاوي للصعود لمنصات التتويج في كافه المحافل الدوليه. وعضو مجلس اداره المريخ ورئيس بعثته وجه شكر للنادي الاهلي على حفاوه الاستقبال وحسن الضيافه وتلبيه كافه متطلبات الفريق منذ وصوله للقاهره، واكد ان الاهلي سيلقى نفس الحفاوه والترحاب بالتاكيد في السودان من منطلق العلاقات الطيبه والتاريخيه والأخوية اللي بتربط الأشقاء في مصر والسودان. العميد محمد مرجان المدير التنفيذي رحب بالوفد السوداني وشكرهم على لمسة التكريم، وقام بإهداء رئيس بعثة المريخ درع وعلم النادي الأهلي تقديرا واحتراما. لأن شفت ليهم لقاءات مع القناة وكلام اتقال وعبر وسائل الإعلام المختلفة كلها بتعكس على قدر الاحترام والتقدير وعمق العلاقات اللي بيننا وبين الأشقاء السودانيين، وده نقطة يعني تاريخية مهمة جدا، ويعني بإذن الله يعني تستمر وتكون المنافسات الرياضية داعمة لهذه العلاقات بإذن الله. أهلا بالأشقاء عندنا في مصر. ده جانب من هذا الاجتماع، ده الاجتماع الفني اليوم اللي مع مراقب المباراة ومع الحكام للاتفاق على ألوان الفانيلات وزي الفرقتين وحراس المرمى لوضع كل الترتيبات الفنية اللازمة للمباراة من خلال هذا الاجتماع الفني اللي سادته حالة الود. بالتأكيد الوفد السوداني الشقيق ما عندوش شكوى، ما عندوش تحفظ، ما عندوش أي ملاحظات على استقباله وضيافته في القاهرة، بالعكس هم سجلوا سعادتهم وشكرهم وامتنانهم على ملاقياته البعثة من الحقيقة من ترحاب طبيعي. احنا بنتكلم جنوب وشمال الوادي، يعني طول عمرنا بمعنى الحرفي لكلمة أشقاء يعني. صحيح. فربنا يزيد العلاقات ويزيد المصير واحد ويعني ارتباط تاريخي، نرجو أن الرياضة تعمقه يعني. طب دوري الأبطال بقى علشان ناخد بالنا الدنيا هتمشي إزاي، لأنه فجأة الناس لقت الحق ده دوري المجموعات هيبدأ، يا دوب الأهلي لسه البعثة راجعة من كاس العالم للانديه، دوري الابطال دخل، الانديه لعبت في يمكن مباراه حصلت فيها مشكله كبيره
لكايزر تشيفز الجنوب افريقي مع الوداد البيضاوي المغربي. السلطات المغربيه ما رضتش تسمح لبعثه بطل جنوب افريقيا بالنزول في المغرب لانه اتقال ان في سلاله من كورونا منتشره في جنوب افريقيا، فالسلطات المغربيه لاسباب صحيه منعت دخول بعثه كايزر تشيفز. الاتحاد الافريقي حدد مهله كانت 24 ساعه فقط للوداد، اختار دوله بديله تستقبل فيها المباراه وخلال 24 ساعه تسميها وتبقى جاهزه، وكمان تلتزم كنادي مضيف انك تجيب تاشيره الدخول لبعثه كايزر تشيفز. كانت الحل في القاهره، ودي قيمه بقى جاهزيه مصر واستعدادها دايما وابدا لحل كل المشاكل لكل اشقائها. رحبت القاهره على لسان الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه باستضافه المباراه على وجه السرعه وحل مشكله للنادي المغربي الشقيق، ووجه نادي الوداد الشكر للقاهره على حل المشكله سريعا لانك هتستقبل المباراه والا كان الوداد هيعتبر مهزوم. اصل ده معناه ان الاتحاد الافريقي مطمئن لسلامه الوضع الصحي للبعثه. الوضع لا، الاهم هو لما اتمنعت، هي اتمنعت علشان مخاوف مغربيه. فيعني لم يتاكد الاتحاد الافريقي ان هذه المخاوف لها يعني صحه، ومن ثم قال لهم طيب يعني بعد موافقه كل الاطراف نشوف حل بديل. مصر كالعاده هي الحضن الذي يتسع لجميع الاشقاء، يستقبل لكل الاشقاء، وتم حل المشكله سريعا للنادي المغربي الشقيق اللي وجه الشكر الى مصر وقادتها. المجموعه الاولى اللي بيلعب فيها الاهلي بكره الاهلي والمريخ، بس كمان بدري سيمبا كشف عنه منافس قوي. سيمبا التنزاني كسب بره ارضه في الكونغو، كسب فيتا كلاب 1-0، فبقت المساله لا دي مجموعه مش سهله. في المجموعه الجوله الثانيه، بس عايزين نتوقف هنا عشان الناس تبقى فاهمه. الجوله الثانيه سيمبا هيبقى مع الاهلي يوم 23 هناك فبراير هناك في تنزانيا، والمريخ هيستقبل فيتا كلاب ايضا في نفس اليوم. سيمبا هناك وبعدين فيتا هيروح لل سيمبا هناك. طيب دلوقتي انت سيمبا عمل مفاجاه او تصورناها مفاجاه، ولكن المعلومات الفنيه التي تواترت للاجهزه عندنا بتاعه الكوره لما تابعوا المباراه شايفين فريق قوي جدا جدا اللي هو جدا سيمبا، ومنظم جدا جدا جدا، ولازم يعمل حسابه جدا جدا جدا. قال هل بلغت؟ جدا جدا جدا. لا انا هم اللي بلغوني، انا مش ببلغهم. انا المعلومه دي من انه سيمبا قوي جدا. ايوه، وفريق منظم، اهم حاجه مش عشوائي. طيب المجموعه الثانيه بقى، كان مازيمبا الكونغولي تعادل في ملعبه مع شباب بلوزداد 0-0، وسان داونز الجنوب افريقي فاز على الهلال السوداني 2-0. في الجوله الثانيه الهلال هيلعب في ملعبه مع مازيمبي، وشباب بلوزداد هيستقبل سان داونز. في المجموعه الثالثه حوريا كوناكري الغيني كسب بترو اتلتيكو الانجولي 2-0، وطبعا الوداد وكايزر تشيفز زي ما قلت لكم تاجلت وهيتم تثبيت موعد ليها خلال الايام القليله القادمه. الجوله الثانيه بترو اتلتيكو هيلاعب الوداد يوم 23 في انجولا، وكايزر تشيفز هيستقبل حوريا كوناكري يوم 23 ايضا. المجموعه الرابعه الزمالك اتعادل في ملعبه مع مولوديه الجزائر 0-0، بينما الترجي قدر يرجع لمباراته مع تونجيث السنغالي ويكسب 2-1 بعد ما كان متأخر 1-0. في الجولة الجاية الزمالك مسافر للسنغال يوم 23 هيواجه تونجيث، ومولودية الجزائر هيستقبل الترجي أيضا في مواجهة عربية بين المولودية والترجي يوم 23 يا باشمهندس. كل الفرق متوازنة، وبعدين اللي يقول لك فرق مجموعة قوية مجموعة ضعيفة ده بيضرب يعني اي كلام، لان كل الفرق دلوقتي اصبحت مفيش فرق ضعيفه في افريقيا. المفاجآت عماله تتوالى، والفرق عماله تنظم صفوفها، وكل الفرق بتتشد لقدام. بس هي دي مفاجآت؟ مفيش مفاجآت. المفاجأة الحقيقية اللي المهندس عدلي عملها الموسيماني في المباراة الأخيرة. صدقوني مفاجأة ما تتوقعوهاش. بعد الفاصل هنحكي لكم ايه حكاية المفاجأة اللي المهندس عدلي اذهل بيها بيتسو موسيماني. اهلا بحضراتكم من جديد، متواصلين معاكم والعشرة يا اهلي باذن الله
ليلة مباراة الأهلي والمريخ، لكن في قلب الحدث العالمي. ويمكن من حسن الطالع ومن طيب المفارقة إنه فرحة الأهلي تيجي مواكبة لذكرى رحيل واحد من أيقونات الإخلاص والانتماء والصدق والصراحة والرجولة والشهامة وكل المعاني الحلوة الحقيقة اللي امتاز بيها وعاش بيها الراحل الجميل العظيم البطل ثابت البطل. كابتن ثابت، النهارده بتمر 16 سنة على رحيله يا باشمهندس. جري بالمعنى الحرفي. لأن طبعا ثابت البطل المشهد اللي هو بتاع ليلة وفاته. مباراة الأهلي والزمالك. في اللحظات الأخيرة وهو يجلس متدثرا. اللقطة دي يا أستاذ إبراهيم بتلخص كل ما يمكن أن يقال عن ثابت البطل. أنه حتى الرمق الأخير كان حريصا على أن يتواجد بالنادي الأهلي ويؤدي واجبه. وأعتقد أن قعدته يوميها بهذا المشهد كانت خير إلهام ودافع للفريق أنه يحقق انتصار كبير على منافسه الزمالك. لغاية آخر نفس وهو بيقاوم المرض اللعين حريص انه يكون موجود مع الفريق، حريص انه بيأدي شغله، حريص انه يكون بيطمن على العمل. ايه ده؟ الدروس اللي بيديها لغايه اخر ثانيه بتلخص كل شيء. صحيح. هكذا يكون الاخلاص، وهكذا نتمنى علاقتنا بالنادي الاهلي حتى اللحظه الاخيره كلنا. بنا يديك الصحه وطوله العمر يا باشمهندس، الف رحمه ونور على البطل ثابت البطل اللي الحقيقه كل الناس دايما وابدا بتذكره بكل الخير. ومسيرته شريط حياه طويل جدا، يعني هو روح يوميها فيها مواقف عشان عظيمه. هو روح يوميها عشان في منتصف الليل يقولوا لنا رحمه الله عليه. فثابت البطل هو اللقطه دي. عاش ثابت ورحل بطل. اجمل يعني اجمل اختصار لمسيره ثابت البطل رحمه الله عليه. الف رحمه ونور على روح العظيم الراحل الكابتن ثابت البطل عليه رحمه الله. لكن هو شأن كل العظماء المخلصين الحياة اللي حياتهم بتتحول إلى دروس تتوارثها الأجيال وتتدرسها كل الأجيال اللي بعد كده. وفاء ثابت البطل، إخلاص ثابت البطل، رجولة وإخلاص وعطاء وانتماء وصدق ثابت البطل ورجولة ثابت البطل هتظل دايما وأبدا دروس لكل الأجيال اللي لما بتحب الأهل وبتخلص لعملها وبتأدي شغلها بتعيش في وجدان الجماهير وفي ذكرى راحلها. امبارح الذكرى 16 كل الشباب على الناس اللي يمكن حتى ما شافتش ثابت البطل او ما عصرتهوش وهو لاعب فضلت دايما وابدا فاكره اخلاص وعطاء العظيم ثابت البطل. الف رحمه ونور عليه. بس عايز اقول كلمه واحده، لقد انفرد الكابتن ثابت البطل باسلوب في ادائه الفني مختلف عن اي حارس مرمى شفته على مستوى العالم. ايوه، هو بسط اداء حارس المرمى الى طريقه مبهره. أيوة. كان بيحسسك وكانه ما بيعملش حاجه. ثقه عاليه يمتص الكره بهدوء، ما بيطرش كتير، ما تلاقيهوش في حركه، يعني تبص تلاقي الكره بيتعامل معاها من 73 ل 91 بالظبط حارس مرمى ولا اروع. لا، بابسط طريقه بسط مفهوم حارس مرمى كره القدم. 12 دوري واول لقب بكوره الالقاب الافريقيه كانت في عهد الكابتن ثابت البطل حارس المرمى. طبعا، وهنا يعني كان في مصر اظن هنا. لا مش بكوره، اللقب بتاع كوتوكو اول لقب. انت بتتكلم عن نادي. لا انا بتكلم كمان على الامم الافريقيه. حققها مع مصر 86 ايام ايام سميث بالظبط. الف رحمه ونور على الكابتن ثابت البطل. لكن زي ما قلت لكم مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية أيضا شريط رائع جدا من الأحداث، محتاج حلقات ومحتاج ساعات طويلة جدا عشان نحكي لكم أجمل ما فيه وأبرز ما فيه. لكن عايز أقول لكم المفاجأة بقى، أنتوا عارفين المهندس عدلي ملوش في الماتشات الحية، الماتشات اللي على الهواء، يعني في البيت بيستخبى، تيجي المباراة يقفل كل حاجة وينزوي. إن شاء الله الأهلي لو بيلعب مع مصنع 36 أعصابه ما بتقدرش تستحمل يشوف مباراة. فالراجل مسجل، راجل مش لايف أبدا طبعا. وإحنا هناك أنا يعني خلاص هقول لكم اللي حصل واللي وإحنا هناك قاعد في الأوضة في الماتشين الأولانيين.
طبعا مستحيل يستحمل الاهلي والدحيل، لان الناس قالت وزادت وعادت، والدحيل ده الاشكيف المخيف اللي فيه ما اعرفش مين، وجايب لعيبه ب 60,000 مليون، كلام يخض. رجعنا له، كان بدا يفتح التلفزيون يشوفها النتيجه ايه. اللي خاف من الدحيل مش هيتفرج على الاهلي وبايرن ميونخ. وش كلمه واحده، انا توقعنا انه لا، ده في بايرن ميونخ هيقطع النور على الاوضه، مش هيقفل التلفزيون. بس جينا للمباراه الاخيره، قلت له يعني هتروح من غير ما تشوف ملاعب كاس العالم؟ قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني برضه ايه، عارفين جر الرجل واحده واحده. قلت له ما انت ممكن تيجي معانا بس ما تتفرجش على الماتش. قال لي يا سلام. قلت له ما هو في صالون بتاع الفي اي بي ملحق بالمقصوره، تقدر تصلي وتقعد بعيد وما تتفرجش على المباراه، بس تبقى شفت الاستاد وعشت اللحظه وشفت الجمهور، ويعني واول ما الحكم قبل ما يصفر خش العزل بقى ولا الفقاعه البعيده دي. عمل كده، الناس فوجئت، اعضاء البعثه كلهم فوجئوا ان المهندس عدلي نازل رايح معانا الملعب. قال لك هي دي المفاجاه اللي بيتسو موسيماني عملها لبالميراس، ان انا فجاه هكون موجود في الملعب. كل البعثه استغربت، ايه ده؟ انت جاي المباراه الاخيره المهمه؟ اه. بس طبعا كان مرتب معايا انه مش هيتفرج، ومتفقين على ركن بعيد هيستخبى فيه. ايه اللي حصل فجاه؟ خدت حبوب الشجاعه كتير. اللي حصل فجاه ان انا قلت طبعا رحت وشفت الجمهور والناس وتفاعلها وتجاوبها. حضرت الشوط الاول بالكامل. الشوط انا عمال ابص عليك. الشوط الثاني على الجسارة دي لحد ما جه جون اجايه وسمعت الهيصه، فدخلت ابص وما خرجتش بقى بعدين. اتلغى الجون. اللي عامل نفسه شجاع ده بيقول لكم عدلي وبيستخبى، لما جاب ضربات الجزاء انا اتفرجت عليها لايف. هو بقى استخبى. انت حريه، انا قلت لك لا انا ماليش. خلاص بقى، ما هو انا اتجريت، ما اقدرش يعني هقعد بقى اسمع الهيصه وانا مش عارف ايه اللي بيحصل. فقررت ان انا خلاص هتفرج، وباذن الله ربنا حيين. قول لي بقى، خلي بالك اللي شجعني ان انا اتفرج على المباراه ان انا حسيت ان فرقتنا كويسه وراكبه الماتش وهي صاحبه الفرص وواخده الفريق اللي قدامها زي ما انا كنت اتمنى. لما كنت بقول لك في التحليل قبليها، عايزين ناخد الفرق في الايقاع بتاعنا واسلوبنا احنا، تفرض شخصيتك انت، وده اللي حصل. الحقيقه المباراه مشت على الوتيره دي، بس انا طبعا اتضايقت لما الجون اتلغى. طب قول لي، دي اول مباراه تشوفها للاهلي من الاستاد من امتى؟ من امتى؟ من كايزر تشيفز. كايزر تشيفز لقب السوبر. 2001. انا كايزر تشيفز اول ماتش حرفيا كانت 2002 مع مانويل جوزيه، اخد اسرتي واروح سينما. يوم ايه؟ يوم كايزر تشيفز. دول مش هتفرج ومش عايز اسمع حاجه. وكنت في مدينه نصر. خرجنا، الفيلم خلص بدري. اوبا، فاضل شربت المقلب؟ لا ما شربتش بقى المقلب. ايه اللي حصل؟ لقيت النتيجه كبيره. ايه يا جماعه، 4-1؟ معقوله الكلام ده؟ اروح راكب تاكس، حتى ما رضيتش اروح بالعربيه، قلت لهم روحوا انتوا، وطاير على الاستاد. وحضرت بقى اخر دقائق الاحتفاليه. بس حضرت وانت مطمن. وانا حضرت بقى، انما بالميراث انت رايح. انا اللي وداني ادري كمان، ده بيقول عصام الحضري جاب جول. فقلت الحق اجيب انا جول. لا يعني عايز افهم جه ازاي الجول ده. ايوه انت راح تجيب جول انت رايح، يعني قلت لهم يعني ضربه جزاء؟ قالوا لي لا، ده من الجول للجول. فدي فطبعا لكن انا ابتدت ازاي بقى ان انا اروح الماتش؟ لا، حضرت ماتشين ثلاثه بعديها لحد ماتش اتحاد السكندري اللي كنا مغلوبين فيه 2، ولا دي كانت في الفتره الاولانيه؟ لا، هي الفتره بتاعت ماكي تاني مره. تاني مره مانويل. تاني مره في مرحله مانويل. وانا خارج وانت قاعد في البتاع، يا كابتن عادلي، ايه ده كابتن عادلي؟ حرام عليك يا كابتن عادلي، اول ما كسبنا الله ينور الله ينور. انت قاعد والناس مش سايباك تتفرج. طب وانا خارج وانا خارج خدت قراري بقى، لما واللي قايم في ده واللي قايم في ده، قلت لا بقى بس بالمراس جت رجلك.
فالميراث بقى ما قلت هو انت ما جيتش بطوله العالم للانديه معقوله؟ وكويس ان انا رحت الحقيقه يا جماعه، لان شفت الختام وشفت التتويج وشفت الفاير بلاي وشفت يعني كان يوم جميل. امتى اللحظه اللي انت فرحت فيها بالاهلي قوي؟ هديت شويه من الاداء، لكن طبعا كنت قلقان جدا من ضربات الجزاء، لكن البدايات ان هم بيضيعوا قبلينا فبرضو لحد بقى العظيم الشناوي وهو واقف. انا شايفك واحنا في الصالون بعد الماتش حيته قوي. ليه بقى؟ لان الاول مره اشوف جون يرقص المدافع من غير ما يتحرك. يعني هو اتنين لعيبه اللي صدهم بيروحوا له يمين، يروحوا له شمال، يدبدبوا، هو واقف احتاروا فيه، اول ما اتحركوا اتحرك معاه. هذا اسلوب جديد في حراسه. طب انا عايز اقول لك بمناسبه الحته دي، لان الحقيقه ليها تفصيله صغيره. صديقنا العزيز الكابتن احمد عبده، فاكرين كان المترجم لمانويل جوزيه، وهو راجل كوير قوي وغاوي كوره ومعلق رياضي كبير في القناه الناقله للبطوله، هو بيعلق ليها على الدوري البرازيلي، فحافظ كل بتوع امريكا اللاتينيه كويس قوي. كنا استضفناه على الهاتف الحلقه اللي قبل المباراه لو تتذكروا واحنا هناك، لكن لقيته بعت لي رساله زعلت بعديها ان ما وصلتهاش للشناوي، بس لقيت الشناوي نفذها من غير ما توصل له. ايوه احمد عبده بعت لي رساله قال لي المباراه شكلها رايح لركلات الجزاء، ارجوك حد يبلغ الشناوي ان بتوع بالميراث بيلعبوا ضربات الجزاء بالحركه، فيلعب على الكوره ما يلعبش على جسمهم، لانه بيرقصوا وبيتحركوا كتير وهم بيسددوا، فبلاش يتحرك معاهم. انا طبعا شفت الرساله بعد ما رجعنا الفندق بالليل، بس لقيت الشناوي على قولك نفذ ده. دليل ايه بثبات شديد؟ دليل ايه؟ ان تم دراسه دقيقه لفريق المراس. ايوه وده اللي احنا ده ميشيل يانكم بقى المدرب بتاعه البعثه كلها، ده اللي لمسناه من موسيماني من اول ما ركبنا الطياره وقلنا الكلام ده. الناس وكان يقعد في المطعم بعد الناس ما تخرج يقعد ينفرد بجهازه، المحللين مدين له كل حاجه، ويقعدوا يتكلموا مع بعض ويتبادلوا الاراء. كل وجبه يكونوا شافوا حاجه جديده ويكلموا بعض فيها. فالحقيقه هم يحللوا وانت تروح تجيب طبق الشوربه. النتائج دي ما جاتش اعتباطا، لكن جت نتيجه مجهود كبير جدا ودراسه دقيقه جدا للمنافس وتركيز جامد جدا. استمتعت بالجمهور طبعا، هو اجمل حاجه في اجمل حاجه، ومش انا اللي استمتعت بيه. تحس ان حتى الـ 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 الناس الاتحاد الدولي اللي عايشه هناك اولا البايرن مش مصدق نفسه، عنده جمهور وما عندوش جمهور. يعني الناس رايحه بتشجعه بعدينا، لكن كل شويه يسمع اهلي ويشوف يوفط الاهلي، وبعدين يرجعوا له تاني يشجعوه، وبعدين يرجعوا للاهلي. كل الفرق كانت يوم الاهلي يوم مختلف عن بقيه الماتشات، يعني الاهلي لما بيروح الملعب اليوم كان بيبقى مختلف. عشان كده عايز اقول لكم حاجه، انه باستمرار العاده جرت انه ماتش الثالث والرابع بيتلعب في ملعب والفاينل بيتلعب في ملعب، عشان يحافظوا على النجيله ما حدش يدوسها قبل الفاينل، قبل المباراه النهائيه. المره دي علشان الجمهور يحضر ويستفيدوا من الحضور الجماهيري لجمهور الاهلي الكبير، خلوا المباراتين في ملعب واحد اللي هو ملعب المدينه التعليميه طبعا، وفي نفس اليوم. فالجمهور دخل بتذكره واحده يشوف المباراتين. بس تتخيلوا انه بايرن ميونخ بيلعب في الملعب مباراه نهائيه مع تجريس، لعيبه الاهلي موجوده في المقصوره، هي واداره البعثه والكابتن محمود الخطيب، جمهور الاهلي ساب البايرن ما بيتفرجش وبيهتف للعيبه الاهلي اسم اسم وواحد واحد. وده كان يعني واضح جدا أولا شعبية الأهلي، اللجنة المنظمة وتقديرها لهذا الجمهور، وإنه هو إدى زخم وإدى روح غير متوقعة وغير يعني غير مألوفة لهذه البطولة. لم يتواجد الأهلي فيها الله أعلم كانت هتمشي إزاي. كمان الأندية كلها واللعيبة اللي بتلعبك إزاي شافت النادي الأهلي. سيبك من التعليق يعني الغير مناسب اللي اتقال قبل بعد ماتش الدحيل من احد اللعيبه، يعني قدم ما يشبه الاعتذار بعديها، لكن الناس كلها ردت بنيابة عن النادي الاهلي. ده معناه ايه؟ انهم مقدرين النادي الاهلي زي يا جدع انت، ده النادي الاهلي وجمهوره و و. فاللي انا عايز اقوله ان الشارع في الدوحه
كان الناس حاسه بقيمه وجود الاهلي في هذه البطوله. الحقيقه شكرا لجماهير النادي الاهلي، شكرا للنادي الاهلي الذي يعني يقدر المسؤوليه ويتحمل. كل الشكر والتقدير الحقيقه لجمهور الاهلي العظيم ورابطه مشجعي الاهلي في قطر. الحقيقه ناس في منتهى الروعه. يكفي ان انا اقول لكم انه منذ اللحظه الاولى، بصوا دي ده فيلم بدايه ونهايه، ده فيلم بدايه ونهايه، دي اللقطه الاولى لنزول بعثه الاهلي مطار الدوحه. شوفوا حفاوه الاستقبال والهتاف للكابتن خطيب، سقف لهم وبعد كده قال لهم لا حيوا اللعيبه. هتلاقوه بيشاور لهم دلوقتي بيقول لهم لا انتوا في قلبنا كلنا، بس حيوا دول، حيوا دول. بيشاور لهم على اللعيبه في الاتوبيس. حط اللعيبه بدري بدري في مود المباراه والتركيز للمباراه. قبل البطوله بخمس ست ايام. دي لقطه البدايه، لقطه النهايه اللي انا بقول لكم عليها مع المهندس عدلي. بايرن ميونخ بيلعب بس الاهلي هو اللي حاضر. الهتاف للاهلي، الحب للاهلي، التشجيع للاهلي، الحفاوه بالاهلي لناس جايه مخصوص للاهلي. الحمد لله. ما سابوش حد، ما سابوش حد. حتى احنا نالنا من الحب جانب. صحيح. احنا والبرنامج. صحيح. والناس لهم طلبات. عايزين عايزين ما شوف جمهور الاهلي نهم للبطولات، لا يشبع. هنناقش بعدين الطريقه الصحيحه لتشجيع الاهلي. ها؟ لان كان في بعض الملاحظات ما كنتش يعني كنت اتمنى ان احنا ما نستدركش ليها. لكن مؤكد ان جمهور النادي الاهلي فاعل وعامل مهم جدا جدا في تاريخ النادي الاهلي طبعا. ده جمهور رائع جدا، وفي كل مكان هتلاقوا هي دي حفاوه جماهير الاهلي دايما وابدا المحبه لناديها. الانجاز الكبير اللي عمله فريق النادي الاهلي في المونديال كان له مردود واضح جدا في منشطات الصحف المصريه والعربيه الحقيقه، لانه حجم الانجاز اللي حصل، حجم التحدي اللي كان، الظروف في الجائحه، حتى التحدي انك انت بتواجه بطل امريكا اللاتينيه، بطل البرازيل، ومع هذا بتحقق المكسب وبترجع بالميداليه البرونزيه عشان تكون صحف القاهره كلها في استقبال بعثه الاهلي بحفاوه شديده. هنلاقي اخبار اليوم احتفال اسطوري للبرونزي في الطريق. نسر الاهلي يحلق في سماء العالم. موسيماني يبدا الاستعداد للمريخ السوداني في رحله الحفاظ على عرش افريقيا. وكمان قالت اخبار اليوم العروض الاوروبيه في الطريق، الشناوي فارس الفرسان. الاهرام قالت الاهلي يكرم نجوم برونزيه المونديال في حفل كبير، 300,000 جنيه لكل لاعب و125,000 دولار لموسيماني. الخطيب طلب بحصد اللقب القار العاشر للعوده الى المونديال. دي قلت لكم العاشره يا اهلي. وللاهرام معلول انا لا اعرف الهروب، وسعد سمير بيقول البرونزيه هديتنا للجماهير. لم ارى علي معلول متاثر زي ما تاثر من هذه الجمله، لانها جمله بتطعم شخصيه اي لاعب ومصداقيته في الصميم. مش علي معلول بعد كل هو علي معلول اللي عايز يهرب يهرب في تونس، مش يهرب واحنا بنلعب في بلد محايده. هيهرب من ايه؟ يهرب من مجد، من يعني ايه اللي هيحصل يعني؟ هو كان حد هيقول له ازاي بايرن ميونخ كسب ولا عمل؟ وبعدين هو اداؤه لحد ما خرج كان في اي احراج ليه؟ بالعكس ابدا. فالحقيقه كان غير موفق، وحسنا فعل الكابتن محمد عماره انه اعتذر اعتذار واضح ومباشر وقال يا ريت ما قلت كده، ما كنتش اقصد. طيب المصري اليوم قالت الاهلي صانع السعاده، استقبال شعب للشياطين الحمر والسيسي يهني الابطال بالانجاز. كمان قالت المصري اليوم الاهلي يا ساده تاجر السعاده، السيسي يهني نادي القرن لفوزه ببرونزيه كاس العالم للانديه، استقبال رسمي للفريق في المطار، هتاف خاص للشناوي، الفيفا يحتفي بالاحمر والجماهير، فريق كبير، فريق عظيم. بمناسبه الفيفا لمست احترام عميق جدا 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 من انفنتينو للنادي الاهلي. بمجرد الماتش ما انتهى يعني كان حريص ان هو يتدلى من المقصوره علشان يتصور مع طارق قنديل. لا الاول الكابتن خطيب والمجموعه مجلس اداره، بعدين الكابتن طارق قنديل، وبعدين انا وطارق قنديل. يعني مش مثلا وقف اتصور وبعدين راح ماشي. اي حد كان يبص له يقول له استنى ويروح متصور معاه صوره ليها معنى وفيها
اوكي تقدير. انا مقدركم جدا جدا يعني. ودي بقى هو دي لما بقول لك في القلب مش في. طيب انت مش في اليوفط يعني. ما دام انت جيت لليوفط ممثل اتحاد الكره المصري كان المهندس احمد مجاهد، كان مدعو من قبل الفيفا لحضور المباراه، موجود مع انفانتينو وموجود مع حاجه و30 رئيس من رؤساء اتحادات الدول الافريقيه. واضح انه الدعوه من اللجنه المنظمه كانت شامله اسره كره القدم حول العالم لحضور البطوله. احد موظفي الفيفا قال للمهندس احمد مجاهد ده كانت جات لنا شكوى من عندكم من مصر ضدك وضد الاتحاد، بيقول ان انت رفعت ايقاف عن لاعب عشان يشارك. قال لهم لا، اللاعب كان دي كانت توصيه من لجنه من اداره المسابقات اترفعت للمجلس. ليه؟ قال لك اصل هو كان بيقول للحكم يعني كلمني انا كابتن الفريق. فالراجل موظف الفيفا قال له طب وهو كابتن الفريق؟ قال له اه. قال له طب وفين المشكله؟ هل تجاوز اكتر من كده؟ حصل تجاوز؟ لا. قال له الحكم ما ادالوش انذار وما كتبش حاجه. الحكم ما قالش حاجه. قال له طب فين المشكله؟ قال له ما فيش مشكله. وبعدين تذكر المهندس احمد مجاهد قال له على فكره الحارس ده هو ده اللي صد. فعجوبه جدا بقى محمد الشناوي قالوا له لا يعني ده حد جون عظيم وكويس ان انت يعني انصفته. هو لو كنا نتوقف بس للاسف احنا عارف ان هم وروا له موظف الفيفا عرض لاحمد مجاهد الفيديو اللي اتبعت من القاهره لتصريح لاحمد مجاهد لاحدى القنوات بعتهوله وروه فرجوه عليه. فبص بص يا استاذ ابراهيم الموضوع من اساسه انك تختزل الشيء من سياقه. كابتن احمد مجاهد ساعه ما قال ما كانش ممكن نكابر مفيش خطا واحنا لازم كنا نعدل البتاع لان ما كانش ممكن نكابر والراجل ده والراجل رايح يلعب في مهمة رسمية مصر محتاجة فيها أو النادي الأهلي محتاجه فيها ممثلا عن مصر. فده الجزء بقيت الجملة لكن أصلا أنه هو مش ممكن يكابر إيه في الخطأ يعني في خطأ بيصور ولم يخطئ يعني, يعني هو بيقول حصل خطأ. طب وأنا كابر ليه في الخطأ وعاقب النادي الأهلي وعاقب فرص النادي الأهلي في كأس العالم الأندية؟ هو هنا كان الخطأ المكابرة مش انه يرجع لما قالش الجمله الثانيه كان ممكن يقول لك ما كانش ممكن نكابر في الخطا وعافينا عنه. انما هو كمان بيقول ايه اللي خلانا مستحيل نقدر نكابر في الخطا انه كمان داخل على حاجه مهمه ما نقدرش ناجلها. صحيح. الجمهوريه قالت وصل ارقامه المتميزه في المونديال الاهلي صانع السعاده. وكمان قالت رئيس الفيفا شكرا للجماهير المصريه لانه فعلا الفيفا كان حاسس ان جمهور الاهلي هو اللي نجح هذه البطوله. ادالها الزخم بتاعها. صحيح. اليوم السابع ابطال الاهلي ثالث العالم للانديه. الرئيس السيسي يهنئ النادي الاهلي حقق اداء مشرفا. الرئيس الدوله لن تدخر جهدا في دعم ورعايه الرياضه والشباب في كل الالعاب الجماعيه والفرديه. باذن الله السيد الرئيس ونشوف اليوم ده قريبا يكرمهم للفوز بهذه البطوله. أو على الأقل الوصول إلى المباراة النهائية بإذن الله. احتفالات بالقلعة الحمراء، مكافآت خاصة للاعبين، والشناوي يقول حققنا الإنجاز بفضل الأداء الرجولي. في الأخبار المسائي فريق كبير فريق عظيم. خبراء الكرة يؤكدون ثبات الشناوي منح الأهلي التفوق وبرونزية المونديال وحماس اللاعبين كلمة السر. أيضا في الأخبار المسائي أفراح البرونزية، مكافآت خاصة لنجوم الأهلي واحتفالية كبرى بعد الإنجاز المونديالي. في جريدة الوطن ليلة برونزية، احتفالات ومكافآت في الأهلي بعد حصد المركز الثالث بمونديال الأندية. السيسي يهنئ الأهلي بالبرونزية، أداؤهم مشرف، والخطيب يشيد بالأداء، والفيفا ووزير الرياضة يهنئان، والفريق يعود ويستعد للمريخ، والشناوي للجماهير. حان موعد العاشرة. في الأخبار أفراح الأهلي تلامس المريخ، استعداد جاد لبطل السودان، وموسيماني يذاكر بالسيديهات، والجمهورية موسيماني يبحث عن رأس حربة، مكافآت لاعب الأهلي سوبر. ما أنا قلت لحضرتك يعني قبل ما نطلع الفاصل كيف كان الكابتن محمود الخطيب عاكفا
على تعديل اللائحه عشان وهما بيدوا له مفاجاه المركز الثالث يديله مفاجاه المكافاه بتاعته. طيب هنطلع لفاصل، بس بعد الفاصل كلام كبير، كلام كتير تفخرون بيه بالاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. الصحف المصريه طبيعي جدا ان هي تحتفل من مشاعرها، من طبيعه الزبون اللي هيشتريها، حتى لو فيهم ناس ممكن يكون ما عندهمش ميول اهلاويه، لكن في النهايه الاهلي هو اللي بيبيع، الاهلي هو اللي بيوزع، الاهلي هو اللي جمهوره منتظر، فبالتالي واضح جدا هذا التأثر او هذا التفسير لهذا الاهتمام. لكن لما الاقي مردود ظهور الاهلي بهذا المستوى وهذا الشكل وهذا الاداء الرجولي في بطولة عالم، حديث الصحف العالمية وإشادة المواقع الدولية كلها، يبقى لا، احنا بصدد حد عمل حاجة كبيرة مؤكد. انت عارف ان حتى في البرازيل استاذ ابراهيم، ايوه، الاندية مش بس بالميراس، في اندية كانت متابعة الماتش طبعا ومهتمين الاهلي يحقق نتيجة ايجابية. صحيح. فحتى الكاريكاتير، حتى يعني اسم النادي الاهلي الذي ارتبط في كل ماتش في مره بلقب نادي القرن عن افريقيا واعظم انديه افريقيا وعرفنا ليه دلوقتي، وكله كان يؤكد على هذا المعنى. ذلك بقول لك ما يتواتر في القلب ويستقر فيه، هو ده خلاص، هو دي الحقيقه. انت كل ناس شافتك في حجمك، ف يعني انت في الجوله اللي هتاخدنا ليها دي احنا المقصود تعيشوا معانا ما استمتعنا بيه. الاقي الفيفا بقى راس كره القدم في العالم يكتب على حسابه على تويتر: ألف مبروك للنادي الأهلي الفوز بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية على حساب بالميراس البرازيلي. الفيفا اللي بيهني، الكاف اللي شعر مسؤولوه بهذا التقدير والامتنان وهذا الفخر بالنادي الأهلي، كتب الاتحاد الأفريقي مغردا: إنجاز عظيم من الأهلي بحصد ميدالية في كأس العالم للأندية بعد فوزهم على أبطال كأس ليبرتادورس بالميراس بركلات الترجيح. شوفوا الجمله الجايه عشان تفخروا وتسعدوا. الاتحاد الافريقي بيقول للاهلي: جعلتم افريقيا تفتخر. انت عارف يا استاذ ابراهيم، لو البطوله دي بقرعتها في سياقها المعتاد انك تقابل بطل امريكا الجنوبيه في السيمي فاينل مش بطل اوروبا، كنت بتلعب فاينل، كنت انت اللي هتبقى بتلعب. صحيح. على الاول والثاني، وساعتها بقى كل الفرق العربية والأفريقية على فكرة صعدت بالمسار ده مش أكتر. وزارة الرياضة طبعا واتحاد الكرة قدموا التهنئة للنادي الأهلي ووصفوا ما تحقق بالإنجاز الكبير اللي أسعد الجماهير، كمان اللجنة الأولمبية المصرية وكافة الاتحادات الرياضية الحقيقة. طيب برضو لسه بنتكلم مصري، شوفوا صدى ده عالميا، مش الفيفا والكاف، لا أندية ملهاش بايرن ميونخ، شفنا العلاقة توطدت ازاي بين الاهلي والنادي الالماني العريق، شفنا الفيديو الميكس بين نجوم الاهلي ونجوم البايرن على السوشيال ميديا، شفنا كارل هانز رومانيجا وهو بيتكلم عن الكابتن محمود الخطيب وبيوجه التحية للنادي الاهلي، شفنا هذا التفاعل المشترك بين الاهلي وبايرن ميونخ. بس كمان الحقيقة النادي الالماني العظيم بعد المباراة كتب على تويتر: تهانينا للنادي الاهلي المصري تحقيق البرونزية. شيفيلد يونايتد الانجليزي كتب: تهنئه من القلب الى نادي القرن الافريقي لحصوله على المركز الثالث في كاس العالم للانديه. نادي ولفرهامبتون على صفحته الرسميه على الفيسبوك: من الذئب الانجليزي الى النسر المصري، الف مبروك على تحقيق ميداليه المركز الثالث في المونديال، لا جديد على نادي القرن العالمي. شوفوا المردود العالمي. خلي بالك ده في أندية في أسبانيا وأندية في البرازيل وأندية وفي مشجعات في جنوب أفريقيا وفي مشجعات في تونس في كينيا وفي مشجعات في ليبيا ومشجعات في أنحاء العالم علقت، وفي نجوم كبار بعضهم معتزل وبعضهم موجود في الملعب كتبوا كتير كتبوا وعلقوا وهنحصرهم تباعا. يعني البي بي سي قالت الاهلي يفوز على بالميراس ويحصل على المركز الثالث بكاس العالم للانديه. هنتوقف عند الصحف، لكن كارل هانز رومانيجا لما اتكلم عن الكابتن محمود الخطيب وكانه بيعمل مقاربه ما بين طبيعه قياده النادي المصري على راسه اسطوره كرويه كبيره
وما بين ثقافة البايرن اللي اعتاد أيضا النادي الألماني العريق إنه يديره ويرأسه أساطير كرة القدم. بعد المباراة وبعد ما رجعنا الفندق كلمات الكابتن الخطيب للعيبة الحقيقة يعني شفنا اللقطة الأولى وهو بيقول للجمهور شجعوا دول، حيوا دول، ساندوا دول، خليكم مع دول. واللقطة الأخيرة الكابتن الخطيب مع اللعيبة وهو بيكرمهم وكأنه بيلعب معاهم ضربة البداية للعشرة يا أهلي، نشوفها. الحمد لله، والنهارده كده أتمنى إن أنتوا كلكم تجتمعوا كده في الصلاة إن شاء الله وتشكروا يعني ركعتين شكر لله سبحانه وتعالى، إن ربنا كرمكم، كرمكم لإسعاد جمهوركم ولإسعاد ناديكم، كرمكم إن كنتوا بقيتوا يعني بقى ليكم إنجاز تاريخي. زي ما قلت لكم امبارح ان انا اتمنى وانا شايف ان انتوا تستحقوا امبارح ولا اول امبارح، اول امبارح باين، تستحقوا ان يعني رقبتكم دي تتعلق فيها ميدالية. الحمد لله رب العالمين ان انتوا فعلا تستحقوا كده. انتوا افضل مجموعه موجوده، بكرر تاني الكلام ده، افضل مجموعه موجوده في القاره الافريقيه وفي وفي مصر. بس مش مهم بس الكوره بس، لا، المهم الإخلاص في العمل، والمهم إن حاسس بمشاعر جماهيرك، حاسس بمسؤوليتك تجاه ناديك. طالما أنتوا حاسين كده والانضباط اللي أنا شايفه، أنا عشان كده بشكركم جدا على انضباطكم الفترة اللي فاتت دي كلها، ربنا بيكرمكم. هي الكورة في لعيب كورة كتير كويسين، لكن كمان ربنا مطلع على القلوب، مطلع على إخلاص كل واحد، عشان كده ربنا بيكرمكم. الحمد لله رب العالمين. بطولات سابقة مهمة جدا، مركز تاريخي بتعيدوا تاريخ للنادي الأهلي من تقريبا من 15 سنة تقريبا، تاريخ للنادي الأهلي. نحن نحقق برضو المركز الثالث. طبعا نتمنى يبقى ده أملكم ان احنا ان شاء الله يبقى في مركز احسن من كده. عشان يبقى في مركز احسن من كده يبقى احنا نتمنى وندعو ان احنا كلنا مع بعض باذن الله نيجي هنا تاني تلعبوا في البطوله دي تاني. عندنا بدايه بطوله افريقيا ان شاء الله بعد 3-4 ايام. الف مبروك يا رجاله، وان شاء الله ربنا يعني زي ما قلت لكم تشكروا الله وتسجدوا له شكرا يعني، لان احنا اكرمكم كرم كبير الحمد لله. طيب عشان نبقى فاهمين يعني تأثير هذا التواجد المسؤول، تعالى ناخد أبرز الكلمات اللي اتقالت. أنا استوقفني لما قال لهم أنا قعدت معاكم مش عارف امبارح ولا أول امبارح وقلت لكم رقبتكم تستحق أن يعلق عليها ميدالية. مفيش جملة أحسن من كده ممكن تتقال لأي واحد رقبتك دي عايزة ميدالية والموضوع عندك أنت. انت اللي هتعلق الميداليه وانت اللي هتفرط فيها. خلاص علقت الميداليه، لا تعالوا بقى نشوف كيف نستمر في النجاح. مش كفايه انك تبقى لعيب ماهر او لعيب يعني بتفاهم انك بتعمل اللي عليك، لا، الاخلاص. الاخلاص يا جماعه هو مفتاح اي نجاح في كل حاجه، في كل حاجه، في العلم، في الطب، في الادب، في كل حاجه، في الرياضه، حتى بينك وبين ربنا. الإخلاص إنك تبقى خالص النية. ثم التوصية الأخيرة بيوصيهم على الجماهير، إيه أجمل من كده؟ جماهيركم والعشرة ويلا بينا. والحقيقة بجانب هذا الكلام المهم جدا الدعوة للتواضع، لأنه لما الكابتن الخطيب يقول لهم صلوا شكروا ربنا، صلوا ركعتين شكر، تواضعوا، اعرفوا انه قدامكم حاجات كتيره جدا، ويشيد بالتزامهم، لانه قال لهم انا معاكم من البدايه. الحياه في لعيبه كتير، لعيبه كوره كويسه، بس النجاح والتوفيق ما بيجيش الا للي بيأدي عمله باخلاص واللي ملتزم، لانه الالتزام الحياه كان 10/10. الكلام ده في تاثير وجود الكابتن الخطيب مع البعثه واداره الكوره في نادي عريق بقيمه عالميه زي النادي الاهلي، مردوده عند كل الناس، وساعة الجد وساعة الصدق وفي لحظة صدق حتى المنافس هيعترف بيها وهيقدرها، وقدرها الكابتن ميدو. نشوف في لقطات مهمة جدا بالنسبة لي في البطولة
وهي كواليس المعسكر وما بعد الفوز وما قبل الفوز وما بين المباريات، هي تواجد الكابتن محمود الخطيب في وسط الفرقه. وهنا محدش يزعل مني، اهميه ان رئيس النادي يبقى راجل ليجند وراجل اسطوره وراجل لعيب كوره، الراجل حاسس باللعيبه، تواجده في وسط الفريق وفي وسط الجهاز وفي وسط اللعيبه بيدي اللعيبه ثقه. فالنهارده اللقطات ووجود الكابتن محمود الخطيب في وسط المعسكر وفي وسط اللعيبه ده في الوقت الصعب ادالهم ثقه كبيره جدا، وفي المكسب ادالهم دفعه معنويه كبيره جدا. فوجود الكابتن محمود الخطيب مع الفريق وفي المعسكر وفي وسط اجواء البطوله ونقل خبراته للعيبه والتعامل معاهم التعامل مع اللعيبه ومع الجهاز كاب وراجل رئيس المنظومه اللي متواجد دايما معاهم، انا في رايي فرق مع النادي الاهلي كتير جدا جدا. وجود الكابتن محمود الخطيب بالذات مع النادي الاهلي في الفتره دي فرق مع اللعيبه كتير جدا جدا، وده واضح من خلال الصور ومن خلال الفيديوهات اللي احنا شفناها. يعني الكابتن ميدو يشفع له ان يرجع الى الحق، مهما زعلنا منه في بعض الكلام هو بيرجع الى الحق، وقدر تماما وقال الكلام اللي احنا قلناه. تأثير وجود رئيس بعثة بحجم كابتن محمود الخطيب والكلام الواقعي اللي قاله لهم وازاي كان له تأثير على اجواء الانضباط والدفعات المعنوية. طيب الحقيقة كمان في السياق ده، لانه في حاجات انسانية انا كنت بشوفها وكنت بشوف ان هي دي اجزاء صغيرة، لكن لما تبص لها باهتمام لا اجزاء صغيرة لكن تكمل صورة كبيرة او تعبر عن صورة كبيرة وحقيقة مشاعر جوه التيم نفسه. كابتن الخطيب في كتير من المناسبات كان بيبقى مهتم جدا بمصافحة ومداعبة والاطمئنان على وليد سليمان ومحمود وحيد والاتنين بره قائمة البطولة، بس كان فيه اهتمام شديد بيها. كابتن وليد سليمان اللي ما يعرفوش ما كانش مسافر، والجهاز قال له والكابتن سيد قال له كان بيفضل انه يقعد يكمل تأهيله هنا، لكن ليلة السفر يوم الخميس بالليل، البعثة الجمعة هتسافر، يوم الخميس بالليل الكابتن الخطيب يكلم الكابتن وليد، وليد انت معانا، انت بكرة تكون في المطار. نسمع وليد سليمان بنفسه. والله يا كابتن، يعني كابتن الخطيب أسطورة أخلاقية قبل ما تكون رياضية حاجة كبيرة جدا. طبعا طبعا، وكلنا يعني زي ما قلت حضرتك، يعني كفاية ان مثلا الكابتن يعني بيبقى في ثقة كبيرة جدا في وليد، لما يقول وليد لازم تكون موجود، الفرقة محتاجاك حتى لو مش في الملعب، دي بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا. وزي ما حضرتك قلت يعني من غير تفكير، طول ما الكابتن قال حاجة لازم تتعمل. كمان انا حاسس ان كابتن الخطيب علاقه الود وعلاقه الحب اللي بينك وبينه كمان في التجديد، يعني وليد سليمان واحد من الناس اللي جددوا من غير ولا كلمه في عز ما الناس عروض والناس بتزايد والناس ثابت الاهلي، وليد جدد على بياض. كابتن سيف، يمكن في البدايه انا قلت لحضرتك ان احنا في كيان كبير جدا واي حد يتمنى يكون متواجد فيه، ويعني خلينا واضحين مع بعض، انا قبل ما اجي النادي كنت اتمنى ان انا ادخل نادي الاهلي، وعملت حاجات كتير جدا عشان اجي النادي الاهلي، وربنا كرمني الحمد لله وجيت وعملت تاريخ جوه النادي، طبعا بمساعده كل زمايلي والجيل اللي فات مع الجيل ده. ما ينفعش نيجي في الاخر نعمل حاجه طبعا. وعايز اقول لحضرتك حاجه، يعني حضرتك لما بتمضي كمان على بياض انت بتلاقي تقدير كبير جدا وارقام انت مش حاططها في دماغك، بتلاقي يعني حته ان انت تمضي على بياض وتقدر النادي، بتلاقي لا تقدير النادي جه اكتر من اللي كان في دماغك، ودي حقيقه ولازم اقولها. يعني دايما يقولوا يا كابتن ان جمهور الاهلي وكيان الاهلي يسوى ملايين. دي حقيقه، ما يتقدرش بفلوس يا كابتن. ما يتقدرش يسوى كمان. اه طبعا ما يتقدرش بفلوس. اشتريت قبل كده بكده؟ يعني جالك قبل كده فلوس وقعدت فكرت فقلت ان الكيان والجمهور اكبر بكتير من اي حاجه؟ طبعا يا كابتن، ودي حاجه حصلت وفي ناس تشهد على 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 كده، وفي ناس مسؤولين عارفين بكده، وما انا ما ينفعش ان انا اطلع اتكلم ان اقول الكلام ده كله، ولا يعني مثلا زي ما بيقولوا اقول اي كلام عشان خاطر الناس، ولا اقدر اقول كده. طيب اهميه هذا الحوار المتكرر عن يعني اخلاص وامتنان كابتن وليد سليمان، انه ان اللعيب بيهتم بايه في مسيرته؟ نجاحه الشخصي، انه يوصل منتخب مصر، انه يحقق بطولات،
انه يكسب اموال. لا توجد بوابه تحقق لك الثلاثه دول على اعلى مستوى بما يفوق احلامك اكتر من نادي الاهلي. وهي عمليه بقى، حتى لو في اغراءات لظرف، اغراءات ظرفيه ملهاش علاقه بواقع الامر، باموال اكتر، لكن اللي بيقعد يحسبها صح عارف ان المستقبل وامتداد العمر، لا خليك في الاهلي، بطل في الاهلي، اكسب بطولاتك، حقق تاريخك، مستقبلك بيتامن. الاهلي هو الطموح، الاهلي هو الطموح بجد. بعد الفاصل كلام تاني كتير قوي هيخليكوا اكثر فخرا بالاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه يمكن من دواعي الفخر ان انت تشوف تعليقات نجوم الكره العالميه والافريقيه عن الاهلي ومستواه وظهوره وبرونزيته في كاس العالم للانديه. كلوش ابو واليا اسطوره الكره الذنبيه والافريقيه الكبير، هنيئا للنادي الاهلي وبيتسو موسيماني، لقد استحقتم تماما الحصول على الميداليه البرونزيه. نجمنا المتالق في البريمير ليج محمود حسن تريزيجيه، الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه الحصول على المركز الثالث في كاس العالم للانديه، شرفتونا يا رجاله. احمد المحمدي ايضا، مبروك للنادي الاهلي وجماهيره الحصول على البرونزيه وبالتوفيق فيما هو قادم. ريكاردو روكا مدافع منتخب البرازيل السابق في مونديال 94 قال ربما بالميراس يمثل الكره البرازيليه في تلك البطوله، لكن الاهلي كان اكثر برازيليه من حيث الاسلوب على ارض الملعب. وقال كمان لموقع بطولات، كان الاهلي يتسم بالتنظيم الدفاعي الجيد وسرعه الهجوم المضاد. احببت طريقه اداء الفريق المصري، واشعرني بالميراس بخيبه امل كبيره، لاننا كنا نضع امالا كبيره على هذا الفريق الذي بات يحتاج الى تطوير كبير في الاداء. وقال النجم البرازيلي في كاس العالم 94، اثبت الاهلي انه يمتلك فريقا عظيما ويستحق بالفعل الفوز بالمركز الثالث والميداليه البرونزيه في كاس العالم للانديه. تهانينا. هايل، تلخيص هايل، لانه انصف الاهلي انه فاز عن جداره. صحيح. كابتن علي الحبسي بقى واحد من اساطير الكره العمانيه وحارس منتخب عمان السابق، قال خلص التهاني للنادي الاهلي المصري تحقيقه المركز الثالث على مستوى انديه العالم للمره الثانيه في انجاز جديد لنادي القرن الافريقي، ومن شاهد روعه المدرج الاحمر بالبطوله لا يستغرب عظمه هذا النادي وانجازاته. الفنانين بقى مجموعه من الفنانين اللي غردوا وعبروا عن سعادتهم. فنان رامز جلال، من فرحتي الدنيا لفت بيا لما عملها الاهلي وخد البرونزيه المركز الثالث، الف مبروك على العالميه. والفنان مصطفى شعبان قال اهلاوي وافتخر. والفنان يوسف الشريف، مليون مبروك للاهلي والمصري. تامر عاشور، عمر ما احب غير الاهلي. والفنان الاهلاوي ابن الاهلاوي ابن العمده احمد السعداني، الاهلي كعادته خير سفير للكره المصريه، عظيم ومشرف باداء رجولي وروح قتاليه، برونزيه كاس العالم للانديه المره الثانيه، الف مبروك لجماهير النادي الاهلي ومجلس ادارته وجهازه الفني ولاعبيه، اهلاوي وافتخر. الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، الف مبروك للكابتن الخطيب، تستاهل كل خير يا عظيم. والفنان كريم فهمي، ثالث العالم حاجه تشرف. والفنانه ندى بسيوني، مبروك يا اهلاويه، رفعتوا راسنا يا ابطال، ثاني عضلات اليد، برونزيه العالم. الانجازات دي يا جماعه بهذا الشكل يا باشمهندس، ايه مردودها؟ الانجاز ده ايه تاثيره رقميا على فكره؟ بس عايز اقول ملاحظه، لو كنا تفرغنا ان احنا نستخلص الانديه اللي هنتنا، الشخصيات اللي هنتنا، الصحف والمواقع، الصحف والمواقع عايزه حلقه ثلاث ساعات بس نكرر او نكرر الاسماء. صحيح. احنا اخترنا نماذج بس عشان تشوفوا بقى احنا فين، وتكبروا دماغكم من هواة الرغي والهبد واللت والعج، شوفوا الجداول والارقام والحقائق، عشان خلاص احنا استهلناها بانه ما عادش زمن اليفط. الكلام ما عادش ابدا يستاهل اليفط ولا التلقيح، بقت جداول واحصائيات وارقام وحقائق.
تصنيف التراكمي للاتحاد الافريقي من ساعه لما افريقيا قالت يا كوره من سنه 64. الجدول حتى الان هو اللي انتوا هتشوفوه ده. الاهلي الاول بالتصنيف التراكمي على القاره ب 124 نقطه. الترجي التونسي الثاني 83، مازيمبي الكونغولي الثالث 78، النجم الساحلي الرابع 74، نادي الزمالك الخامس 71، اسك 47، الرجاء 46، كوتوكو السابع 45، الوداد 44، في المركز العاشر عشان تاخدوا العشرة الأوائل شبيبة القبائل الجزائري 41، يعني الأهلي 124 نقطة ونادي الزمالك الشقيق 71 نقطة، دول الفرقتين اللي في العشرة الأوائل في القارة حسب التصنيف التراكمي، الزمالك 71 نقطة والأهلي 124 نقطة، ده وفقا للتصنيف التراكمي. طيب سيبنا من اللي فات، احنا ولاد النهارده، اللي فات الناس اتخانقت عليه وقدمت شكاوي وراحت وزاره التموين وحاجات كتيره من اللي انت شفتوها. احنا ولاد النهارده ال 20 سنه في القرن الجديد نتاجها ايه؟ حصادها ايه؟ التصنيف بتاعها ازاي دلوقتي؟ فصلا عما سبق، احنا ولاد القرن الجديد، يدينا ويديكم طولة العمر، واللي يعيش فيكم لنهايه القرن يبقى يحتفل كويس وياخد باله محدش يعمل له يفط. لانه التصنيف الجديد دلوقتي في ال 20 سنه، الاهلي الاول 84 نقطه، مازيمبي الثاني 58 نقطه، الترجي 56، النجم الساحلي 55، الزمالك الخامس 34 نقطه، والوداد 34، الرجاء 29 متساوي مع انيمبا، والصفاقسي 28، والهلال السوداني 25 ونص، وسان داونز 23. اذا في التصنيف القرن الجديد العشرين سنة من القرن الجديد يا باشمهندس، يعني خمس القرن بالظبط، الأهلي الأول بأربعة وثمانين نقطة والزمالك الخامس بأربعة وثلاثين نقطة بفارق 50 نقطة عن الناديين. ليه ملاحظة عايزين نتأكد منها ونأكدها الأسبوع الجاي. إحنا خدنا أربع نقاط نتيجة أدائنا في هذه البطولة، هذا ما أعلمه، ربما يكون هذا الكلام مؤكد، عايزين نتاكد منه، نسال الكاف ونشوف. لا يعني عايزين الاعداد عندنا يسال لنا هل تم اضافه النقاط التي حصلنا عليها في كاس العالم للانديه ولا لا. طيب على الجدول ده احنا شفنا ال اضيفت، الزميل عبد المنعم نصر بيقول لك اضيفت دي بعد الاضافه. احنا شفنا احد المواقع المهتمه باحصائيات كره القدم لما نشرت القائمه قبل البطوله وهتبدا، كان الاهلي في المركز 36 وكان البايرن ميونخ يتصدر هذه القائمه. مؤكد ان هذا الموقع نفسه لو عمل الاحصائيه دلوقتي بالحسابات ما بعد البطوله اكيد الوضع الاهلي بالنسبه له هيتقدم على المركز 36 بنقاطه. لكن لوكيب الفرنسيه المجله الرياضيه الاشهر حول العالم حبت تعمل تصنيف ل 30 افضل 30 نادي بيلعب كوره بنقاطهم وبطولاتهم، بنقاطهم وبطولاتهم. لوكيب في العدد الأخير عملت قائمة الـ30 عظماء الكرة حول العالم. عظماء الكرة حول العالم في قائمة لوكيب الفرنسية بيحتلها ريال مدريد، ده آخر 10 سنين يمكن، 184 نقطة. الريال بيتصدرها ب 184 نقطة. شوف بقى، لازم كل مصري وعربي وأفريقي يفخر انه ما في نادي بره اوروبا وامريكا اللاتينيه دخل قائمه عظماء الـ30 في الليكيب الا النادي الاهلي فقط. ايوه الاهلي لوحده من افريقيا واسيا وبقيه القارات باستثناء والكونكاكاف كل حته كل حته باستثناء اوروبا وامريكا وامريكا اللاتينيه اللي انديتهم احتلت قائمه الـ30 عظماء الكره في العالم، لم يخترق هذه القائمة الذهبية في الليكيب إلا النادي الأهلي في المركز 21 فقط، واحتل المركز 21 برصيد 23 نقطة متساوي مع جلاسكو، سيلتك جلاسكو الاسكتلندي. متخيلين أنه الأهلي النادي الوحيد في قائمة الـ30 الذهبية حول العالم، النادي الوحيد برا أوروبا وأمريكا اللاتينية اللي دخل قائمة
عظماء الأندية الثلاثين حول العالم. عشان كده لما بنقول له العشرة يا أهلي بننطلق من إرث بطولي مشرف ويفخر به أي حد يا باشمهندس. خلاص يعني دع الأعمال تتحدث عن نفسها. دع الأعمال ودع فاروق صلاح يتحدث. موفد قناة الأهلي إلى المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والمريخ، الزميل فاروق صلاح حضر المؤتمر الصحفي ويحطونا في الصورة منه. مساء الخير يا فاروق. مساء النور استاذ ابراهيم، كل التحيه ليك وكل التحيه للمهندس عادل القيعي وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وباذن الله بدايه مشوار مهم جدا، دور المجموعات ودور ابطال افريقيا ومواجهه الاهلي والمريخ، ان شاء الله تكون بدايه موفقه للنادي الاهلي ان شاء الله. زي ما حضرتك قلت ان شاء الله بدايه مشوارنا للعاشره باذن الله. فاروق قول لي ملخص المؤتمر الصحفي زي ما قال مستر موسيماني ومدرب المريخ، ايه اللي سمعته بالظبط؟ يعني اقدر اقول لك ملخص كلام مستر بيتسو موسيماني، قال احنا جايين من تحدي كبير، واجهنا فرق كبيره، عرفنا مستوانا في مواجهه فرق كبيره جدا، ولكن انا في النادي الاهلي وانا طموحاتي كمدرب وطموحات النادي الاهلي ان انا مطالب بالبطوله اللي انا موجود فيها. ان انا عندي غيابات، لكن انا عندي ثقه في اي 11 لاعب واي خمس لاعبين او اي مجموعه بتكون موجوده على مقاعد البدلاء. شفنا مستوانا في كاس العالم للانديه، حققنا ميداليه برونزيه وانجاز كبير، لكن انا عندي طموح واللعيبه عندها طموح، بشتغل على تجديد الدوائر والعامل النفسي للاعبين مع الفارق. وكنا عارفين ان احنا بعد ما نيجي من التحدي ده هيبقى عندنا تلاحم وضغط مباريات سواء في الدوري سواء في كاس مصر او في بطوله افريقيا، لكن انا دايما ما بحبش اخلق مبررات ولا احب ان انا اتكلم على الاصابات ولا الغيابات، لكن انا دايما بتكلم على اي 11 لاعب هيكونوا موجودين هيكونوا على قدر الطموح. انا بشتغل مع اللاعبين على هذا الامر، واللعيبه وصلت لمستوى عالي جدا. انا براهن ان انا بالجيل ده ان شاء الله هحقق الكثير من الانجازات للنادي الاهلي. عندنا تحديات كتير وعندنا طموحات كتيره، لكن انا عندي ثقه في اللعيبه، اللعيبه ايضا عندها هذا الامر، حاله الشغف اللي عند اللاعبين يعني بتتقابل مع حاله الشغف اللي عندي. كان احد الصحفيين سال مستر بيتسو موسيماني وقال له يعني من منذ ايام قليله مدرب نادي الزمالك كان قال اتمنى مواجهه النادي الاهلي في مباراه النهائيه لدوري ابطال افريقيا. مستر بيتسو موسيماني راجل واقعي، قال لك انا دايما بحب اخد خطواتي بحساب، انا دايما تركيزي يكون في مباراه المريخ السوداني، ما ينفعش ان انا اتكلم على مرحله قادمه الا لما اخلص المرحله الاولى. المرحله الاولى بالنسبه لي هتبدا بمباراه المريخ، اتمنى ان انا اتجاوز هذا الامر وثقتي في كل اللاعبين. يعني حتى قالها باللفظ الدارج، قال لك انا مش عايز ان انا ابص المراحل فيما بعد عشان ما اتكعبلش في مشواري، وده اللي حصل لاغلب الفرق في الدوري في المباراه الاولى في دوري المجموعات، لكن انا عندي ثقه في اللاعبين. دي كانت ابرز يعني تصريحات مستر بيتسو موسيماني. ايضا سعد سمير كواحد من كباتن الفريق قال احنا كواحد من كباتن الفريق قعدنا واتكلمنا على خلاص احنا قفلنا صفحه كاس العالم للانديه، قفلنا صفحه البطوله التاسعه، عندنا تحدي جديد، عندنا بطوله جديده بنخلق لنفسنا دوافع كتير. احنا في النادي الاهلي يعني اتعلمنا وتربينا جوه النادي الاهلي ان الفرحه ما بتاخدش مننا وقت كتير، لا بيبقى عندنا تحدي جديد بطموح جديد ببطوله جديده، والجماهير بتاعتنا بتطالبنا بالبطوله الافريقيه، واحنا خارجين من كاس العالم للانديه بالميداليه البرونزيه، الجميع كان بينادينا السوبر يا اهلي. دي طموحاتنا اللي احنا ان شاء الله على قدر الاستعداد ليها، وان شاء الله يكون النادي الاهلي على موعد مع العاشره باذن الله يا استاذ ابراهيم. ان شاء الله. ويعني اوجزت كل الكلام، هل في كلام يعني تقدر تقوله لنا على لسان مدرب المريخ؟ يعني بالفعل يا باشمهندس يعني خليني لو تديني بقى وقت شويه احاول اقرب لك المشهد شويه من فريق المريخ السوداني. يعني هاخد حضرتك واخد جماهير النادي الاهلي والاستاذ ابراهيم في جوله سريعه لمعسكر فريق المريخ السوداني. الفريق كان وصل يوم الجمعه الماضي مع وصول النادي الاهلي من بعد المشاركه في كاس العالم للانديه. سريعا الفريق كان اتمرن تدريب واحد يوم الجمعه، ثم يعني بدا بقى من يوم السبت والحد ان هو يتمرن تمرينتين، مره تمرين الساعه 12 الظهر ثم تمرين في تمام الساعه 9. حاله من السريه بتفرض نفسها على الفريق، الفريق يعني ما فيش خروج خارج نطاق الفندق، الفريق بيتمرن تدريبتين في اليوم، اللعيبه كلها مركزه، اللعيبه بتحترم النادي الاهلي، يعني اللعيبه محترمه النادي الاهلي، واقعيين جدا في كلامهم على النادي الاهلي. النهارده الراجل مستر نصر الدين النابي المدير الفني التونسي قال انا مرتبط بمصر بلحظات سعيده، لكن من اسعد اللحظات بالنسبه لي ان انا لما واجه الكبير النادي الاهلي، انا عارف ان انا بواجه الفريق، وكنت بتمنى وكنت سعيد جدا ان النادي الاهلي بيكمل
مشواره في كاس العالم للانديه، يعني عشان اقدر يعني ان الفريق يستنزف بدنيا يعني، ويعني قلب ابتسامه وقال انا استمتعت بالنادي الاهلي، والانجاز اللي حققه النادي الاهلي مش انجاز لمصر فقط، لا ده للقاره الافريقيه وللكره العربيه، احنا كنا سعداء بهذا الامر. انا سعيد جدا بالنادي الاهلي، ويعني مش هقول ان ظروف القرعه ظلمتني ان انا اواجه النادي الاهلي، انا بدايتي مع الفريق كانت من 10 ايام، لكن اعتقد ان انت لما تبدا بمواجهه مع الفريق الكبير النادي الاهلي هتبقى يعني هتسهل عليا الكثير من الامور في التعامل في المباريات القادمه ان شاء الله. يعني هو حتى الكلام قال لك ان التذكره الاولى بالنسبه للمجموعه هتكون من النادي الاهلي، ثم المنافسه مع سيمبا التنزاني والمريخ السوداني وفيتا كلاب على التذكره الثانيه. قال اتمنى ان انا احقق هذا الامر، اتمنى طبعا المباراه مهمه، وعارف ان النادي الاهلي فريق كبير، والنادي الكبير دايما انا عارف انه عنده مجموعه من الغيابات، وعارف ان هو لعب 3 مباريات واتفرجنا عليهم وتابعنا، والنادي الاهلي بالنسبه لنا كتاب مفتوح، لكن احنا ان شاء الله عندنا ثقه في ان احنا نكمل المشوار. ايضا اللاعب امير كمال اللي كان موجود في المؤتمر الصحفي يا باشمهندس اتكلم على اهميه اللقاء، واتكلم على فرحه جماهير الكره في السودان بالنادي الاهلي، وقال احنا كلنا كنا يعني في قمه السعاده والسعاده والفوز وفرحه النادي في الفرحه بفوز الفريق النادي الاهلي، وكنا نتمنى النادي الاهلي يكمل مشواره للمباراه النهائيه ويحصل على الميداليه الذهبيه او الميداليه الفضيه، لكن يعني احنا دايما بنرتبط بعلاقاتنا الوطيده مع النادي الاهلي، هي مباراه هتكون 90 دقيقه. ايضا تطرق يا باشمهندس لزياره عضو مجلس إدارة نادي المريخ السوداني للنادي الأهلي، وقدم التهنئة للنادي الأهلي بتكريمه وحصوله على الميدالية البرونزية. عايز أقول لك نقطة مهمة جدا، إن الصحافة هناك في السودان أيضا بتتكلم على اللقاء وبعملية الشحن المعنوي للاعبين لأهمية هذا اللقاء، وتأكيد على العلاقة الوطيدة اللي بتجمع ما بين النادي الأهلي والمريخ السوداني. النقطة المهمة كمان إن لاعب المريخ السوداني قال أنا كنت أتمنى إن أنا ألعب اللقاء أمام جماهير النادي الأهلي، لأننا كلنا في السودان كنا نتمنى ان احنا نكون موجودين امام جماهير النادي الاهلي، لانها جماهير يعني جماهير الفريق المنافس بتدي لك دفعه معنويه بترفع من يعني اجواء اللقاء، كنت اتمنى ان جماهير النادي الاهلي تكون موجوده في هذا اللقاء، لكن ظروف يعني جائحه الكورونا يعني مش هتحقق الامنيه اللي انا كنت اتمناها. دي كانت ابرز تصريحات مستر نصر الدين النابي والامير كمال لاعب المريخ السوداني، كل كلام واقع يا باشمهندس. شكرا يا فاروق، شكرا يعني جدا يا فاروق صلاح، شكرا جزيلا ليك، الحقيقه حطيتنا في الصوره بشكل كامل في المؤتمر الصحفي ليله المباراه، في كل الشكر للزميل فاروق صلاح موفد قناه الاهلي للمؤتمر الصحفي اللي اعتقد حضراتكم شفتوا كلمات تركيز موسيماني على تجديد الدوافع. يعني موسيماني جميل جدا كلامه، بسيط واقعي جدا، وطمني انه فعلا مش هتكلم على اي حاجه ابعد من مباراه المريخ دلوقتي. صحيح كلام سعد سمير، احنا اتفقنا نركز، وده كلام مهم، لان ان انت تعيش نشوه الانتصار والاحتفال خطيره جدا جدا جدا. ونذكر معلش حاجه بايخه، لكن نذكر ان اول مباراه لينا كانت بعد كاس العالم اللي خدنا فيه المركز الثالث كانت مع الاسماعيلي وعلى ارضنا، وكانت مباراه غير طيبه للاهلي وهزم فيها الاهلي. عشان كده موسيماني اتكلم على تجديد الدوافع، على تجديد الدوافع وانك تفصل بالظبط ونتعلم الدروس الماضية. أيوة. لكن عايز أتوقف عند كلام فاروق الحقيقة بتاع المدرب المريخ النابي. اتكلم في كلام مهم جدا جدا جدا، يخلينا فعلا بقى نتوقف ونشوف الصورة على حقيقتها. قال لك أنا كنت أتمنى الأهلي يكمل للآخر عشان يستنزف بدنيا ويستهلك معنويا، وده راجل بيدور على مصلحته فين، وانا مركز جدا جدا بقالي 10 ايام. ولما قال ان الاعلام في السودان يركز على هذا الامر، وبعدين لما قال انا هلاعب ثالث العالم، هو متحرر من الضغوط ولكن عنده حوافز انه يثبت وجوده امام ثالث العالم. كل هذه الامور تدعنا مع التقييم الفني المنطقي واللي شفناه من الموسم الماضي للهلال والمريخ السودانيين وهم بيحققوا نتائج طيبة، إن إحنا نتوقف تماما عن أي توقعات عالية وننزل على أرض الواقع، ونتمنى التوفيق للنادي الأهلي غدا بإذن الله. طيب إحنا شفنا حجم التقدير العالمي، وشفنا هذا التقدير للي أهلي عمله في بطولة العالم، لما نيجي هنا بقى
في امور انا مش عارف ليه الناس بتاخدها بحساسيه رغم ان الامر لا يدعو لاي حساسيه. ما يطلع كابتن شادي محمد ويقول في 80 مليون اهلاوي الاهلي اسعدهم، طيب الناس تزعل ليه؟ والناس تقدم شكوى ضد شادي ليه؟ وليه ده يفهم منه انه في اساءه لاي منافس محترم؟ احنا كنا بنسمع اللي يقول لك في 200 مليون مش عارف بيحبوا النادي بتاعي، ما حدش كان بيتضايق ولا بيزعل مع نفسه. لكن انا لما بتكلم على احصائيات بقول انه مركز زي مركز بصيره احد المراكز المهتمه بقياسات الراي العام لما يطلع يقول انه في 72% من الشعب المصري بيحبوا النادي الاهلي او من مشجعي الكره بينتموا للنادي الاهلي، دي ارقام. زي شركه ابسوس لما تعمل دراسه وتقول ان حاجه و80% من المشجعين اهلاويه، دي ارقام لا تدير المنافس المحترم على الاطلاق. كل المنافسين لهم كل الاحترام والتقدير، بس ليه استقبال مثل هذه المساله زي ما يطلع مثلا باي تشنج؟ زي لما يطلع حد من الاخوه المقدمين البرامج اعتقد الزميل سيف زاهر ويقول الحمد لله على نعمه الاهلي، فتتحول ان الكلمه ديت اساءه للمنافس. وانا ما اعرفش استاذ عمرو اديب طول الوقت الراجل بيفاخر بانتمائه للزمالك، ولما الزمالك بيكسب بيحييه، وكابتن لطيف زمان قال لنا الاهلي اختار واحنا اللي هنسنطر، محدش كان بيزعل. يعني هو انا بعتبر ومع الكثيرين ان انتمائنا للاهلي نعمه. بالظبط يا اخي، اعتبر ان انت انتمائك لناديك نعمه ايا كان. بالظبط، هو ايه المقاربات المستمره؟ ليه ده يزعل حد؟ هو مؤكد ان انت تشعر ان انتمائك للزمالك نعمه، وانتماء مشجع الاسماعيلي والاتحاد كل الكيانات الشعبيه لها كل الاحترام. اي انتماء لكيان محترم لعيله الكيان لبلد هو نعمه. الانتماء لانه بيدي للانسان دافع للحياه. بالظبط، انه موجود على فكره ومرتبط. هو ده الانتماء، انك بيخرجك من الذاتيه، انت ما بتنتميش لنفسك فقط، بيخرجك من نطاق الانانيه. دي ذاتها نعمه. وقالها الزميل تامر امين، بس يا رب ما تزعلش حد. الحقيقة عايز أقول لكم إنه فرحة كبيرة جدا تخلي الواحد يقول بالفم المليان الحمد لله على نعمة الأهلي. بجد مش بس الحمد لله على نعمة الأهلي إن الواحد أهلاوي، لا، ده الحمد لله على نعمة الأهلي إن الأهلي في مصر، لأنه بالتاريخ وبالإنجازات وبالأرقام وبالفرحة الأهلي يثبت إنه فرحة مصر ونجومه وأبطاله هم رجالة مصر، وبجد كمان انجازاته بتضاف دايما للانجازات المصريه. الواحد كل مره يحس انها بعيده، وكل مره يحس انها خلاص راحت، ويحس انه الانجاز اشبه بالمستحيل خصوصا بعد الصعوبات الكتير. ومع ذلك يثبت رجاله الاهلي اولا بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى، لكن يثبت رجاله الاهلي ان هم ابطال ابطال ابطال، ويحققوا هذا الانجاز للمره الثانيه في التاريخ. النهارده جيل موسيماني او ابناء موسيماني يكررون الانجاز، برونزية العالم عام 2021 عن طريق البطل محمد الشناوي وعشر ابطال معاه بالاضافة للاربعة خمسة اللي نزلوا كمان. كل الفرقة الحقيقة تستحق الفرحة وتستحق الشكر وتستحق التحية. ما زال الاهلي يصنع التاريخ، وعلى رأي عصام الشوالي كده يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات، فما زال الاهلي لديه الكثير من الانجازات والبطولات اللي تملأ مش بس صفحات، لا، مجلدات ومجلدات. عاش الاهلي كريما بانجازاته، وعاش الاهلي عظيما بجماهيره، وعاش الاهلي كمان بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى محققا دايما لأملنا. الزميل تامر امين يشعر انه الحمد لله على نعمة الاهلي. يا ترى نفس التقدير موجود عند زميل كبير اخر يجاهر بانتمائه وحبه للزمالك ولا لا؟ الاستاذ عمرو اديب نسمعه. كنا كلنا قلوبنا مع الاهلي، وكنا عايزينه يعمل نتيجه جيده، وكانت ملحمه عظيمه بطلها كل لعيبه الاهلي، ولكن يجب ان اخص بالذكر الشناوي. ولما اقول الشناوي اقول القائد الشناوي. الراجل ده قائد في الملعب، قائد يعني اللي عمله الشناوي وحالة الاطمئنان اللي اداها الشناوي للفرقة. خد بالك الشناوي مش بس صد ضربتين جزاء، الشناوي طول الماتش شايل الماتش.
وشايل اخواته وشايل اللعيبه وشايل الناس وشايفهم. الولد قياده، الولد ماهر مهاره غير طبيعيه. اما شفته البنالتي اللي قعد يتحنجله زي ابو فصاده كده، وراح يمين وراح شمال وراح مفرمل في الاول، واخوك ايه الشناوي جبل تلج ولا يتهز ولا يجرى له اي حاجه. بصراحه انا انبسطت جدا من الشناوي، وبصراحه اعصاب غير طبيعيه، وبصراحه تركيز غير عادي. وانا رايي ان هو مش بس كان ياخد رجل المباراه، هو كان ياخد رجل البطوله. في هذه البطوله النادي الاهلي والشناوي عملوا اداء عظيم. اتكلم عن اشرف، اتكلم عن هاني، اتكلم عن أفشة، اتكلم عن معلول حتى اللي ما لعبش الماتش ده. والاهم من دول كلهم عايز اتكلم عنه، ولولاه ما كان هيبقى فيه بطوله ولا ليها معنى، الجمهور المصري. تخيل انت لو الجمهور المصري مش موجود، البطوله دي كان هيبقى شكلها عامل ازاي. تهنئه حقيقيه من قلبي بجد للنادي الاهلي، اداره النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي. ليك حق تفرح، وليك حق ترقص، وليك حق ترجع مبسوط. تهنئة مقبولة ومصدقك يا عمرو ان من قلبك المرة دي بجد، ولكن الإعلام المغربي محمد مفتاح الحقيقة يعني ده بقى الصدى العربي عشان تشوفوا قيمة اللي حصل وتقدير الأشقاء العرب له. الإعلام المغربي محمد مفتاح يتحدث عن إنجاز الأهلي. فكان اعتقد انه فريق الاهلي المصري فريق كبير، تاريخ ديالو يتحدث عنه. يمكن نقول انه مهما قلت على هذا النادي هذا فهو غادي يكون قليل، لانه الالقاب اللي حققها والالقاب اللي حصدها وخاصة على مستوى دوري أبطال إفريقيا كتأكد بأن هذا النادي هو نادي عظيم وكبير. ويمكن أنه الشيء اللي كيعجبني في هذا النادي هو الطريقة باش كيتعاقد مع اللاعبين، وكذلك حتى على مستوى التسيير. فيمكن نقول انه بصراحه الطريقه اللي كيتسير بها النادي الاهلي طريقه يجب ان تدرس، يجب ان يستفيد منها كل المسيرين خاصه في الدول العربيه، لانه لما كنتكلموا على الاهلي كنتكلموا على المغرب ومجموعه من الدول العربيه اللي كتبع هذا الفريق هذا للعراقه ديالو، ايضا للتاريخ ديالو، للمستوى اللي وصل ليه، وخاصه على مستوى الانتدابات، لا سواء اللاعبين ولا كذلك حتى على مستوى الاداره التقنيه، وكيفاش كيختار المدربين اللي كيمشيو مع طريقه او السيستم اللعب ديال هذا النادي هذا اللي قلت على انه نادي عريق. الظهور ديال الاهلي في كاس العالم للانديه اللي يمكن نقول انه مستوى عالي جدا، برافو، لانه شرف الكره العربيه والافريقيه. ولما كنتكلموا على مصر فهو بلد شقيق، واكيد انه الاهلي المصري تشرف كره القدم دائما العربيه، ولما كيكون حاضر فكيحقق الالقاب وكيعطي صوره رائعه مره اخرى في مشاركه في كاس العالم، وليست غريبه عن الاهلي، لان الاهلي ماشي هذه اول مره يشارك في كأس العالم. مستوى ممتاز صراحة أمام فريق كبير وعنيد الباير اللي حصد الأخضر واليابس، ولكن فريق الأهلي يمكن نقول أنه قدم مباريات كبيرة وفي مستوى عالي في كأس العالم للأندية بقطر. وأكيد أنه هذا النادي هذا، فقلت كيف قلت ونعاود نقول بأنه يستحق الثناء، يستحق ما يقدمه، لأنه نادي كل مكونات تشتغل، كل مكونات الهدف ديالها هو أنها تشوف الأهلي في القمة. يعني طريقة الأهلي تدرس، يستحق الشكر والثناء، طريقته في التعاقد مع اللاعبين والمدربين والسيستم الذي يسير عليه، والنادي الأهلي نادي كبير وعظيم. أما الإعلامي المغربي علي بوعياش راديو بلس نسمع رأيه. فأكيد اللجنة تحدثت على فريق الأهلي المصري لكرة قدم لا تكفي دقيقة أو دقيقتين، لأن هذا فريق لتأسس سنة 1907 ليس بالأمر الهين، وبالتالي ما يحققه فريق الأهلي المصري حاليا هذا نعتبره بأنه استمرارية لما تحقق سابقا في الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات إلى غير ذلك. وبالتالي
أعتقد بأن الفريق الأهلي المصري لكرة القدم فريق محترف 100%. عندما أقول محترف ليس على المستوى التقني فقط، ولكن على المستوى الإداري، على المستوى التقني، وعلى مستوى اللاعبين دياله. وفريق اللي كنلاحظوا أنه فريق يمتع وينتج لاعبين. عندما أقول ينتج، أنه يطعم المنتخب الأول وكذلك جميع الفئات العمرية ديال المنتخب المصري. شاهدتوا هذه السنة فريق استحق عن جدار واستحقاق الفوز بلقب الدوري المصري، فريق استحق عن جدار واستحقاق الفوز بكأس مصر وكذلك بدوري أبطال إفريقيا، واستحق أيضا الفوز بالمركز الثالث لكأس العالم للأندية. على غرار مستوى كأس العالم للأندية، لاحظنا المستوى الجيد اللي ظهر به فريق الأهلي المصري. ليس بالأمر الهين أن تقصح ليس أقول حامل لقب، ولكن مستضيف البطولة الدحيل القطري أداء ونتيجة، ثم أن تنهزم بشرف أمام فريق بايرن ميونخ. وما أدرك ما بايرن ميونخ هذه السنة الذي يشارك في كأس العالم للأندية وهو عنده سداسية. هذه السداسية تحققت لثاني مرة بعد فريق برشلونة. هذا فريق اللي لعب مع الأهلي المصري أو لعب مع الأهلي المصري. هذا فريق اللي فاز بكأس ألمانيا، فاز بكأس السوبر الألماني، فاز بالدوري الألماني، فاز بدوري أبطال أوروبا، فاز بالسوبر الأوروبي، واختتم هذه المنافسات أو هذه الألقاب بكأس العالم للأندية. وبالتالي ما حقه فريق الأهلي المصري أداء ضد فريق بايرن ميونخ فجيد جدا، وبالتالي الفوز ديالو على مقابلة الترتيب على فريق بالميراس يزكي ما حققه خلال المشوار ديالو هذا السنة. الحياة شهادات من زملاء وأشقاء مغاربة تشعر كل جماهير الأهلي بالسعادة والفخر، وتزيد من هذا التفاعل والتواصل اللي بنشكر عليه صديقنا العزيز الكابتن عزيز محمود. ده واحد من لعيبة الكرة المصريين القدامى، لعب في البطولات المغربية وحاليا يعمل محللا في قنوات مغربية. عمل لنا هذا التواصل بفيديوهات الحياة مهمة. في الحلقة الجاية إن شاء الله هتشوفوا مفاجآت كبيرة جدا من عزيز محمود والشارع المغربي عن النادي الأهلي. علم الحقناش ناخده بالضبط، لكن كل ما تقدم بيعكس مدى الفخر والاعتزاز والاحترام الذي يكنه الأشقاء والعالم للنادي الأهلي. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي مبعث الفخر وبطلا شامخا دائما. وعلى خير، نلتقي مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.